أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. مرحبا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يبحث مع معالي تشانغ مينغ تعزيز التعاون بين السلطنة والصين. مواجهة فلسطينية إسرائيلية جديدة في باحة الأقصى، والرئاسة الفلسطينية تحذر من عواقب تكرار اعتداءات الاحتلال على الحرم الشريف. رئيس الوزراء المصري المكلف يبدأ مشاورات تشكيل حكومته ويتعهد بتوفير الأمن والإعداد للاستحقاقات الانتخابية. ندوة استخدام المياه غير التقليدية توصي بتحديث التشريعات والاستثمار في البحوث المائية وإنشاء السدود التخزينية. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم بمكتب سموه معالي تشانغ مينغ نائب وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية. ونقل معالي تشانغ مينغ تحيات القيادة والحكومة في الصين وتمنياتهم الطيبة لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته والشعب العماني. وبعد أن أعرب سموه عن ارتياح السلطنة للتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تناول اللقاء استعراضا لسبل تعزيز التعاون بين السلطنة والصين في العديد من المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد عبر معالي تشانغ مينغ عن اعتزازه والوفد المرافق بهذه الزيارة والتي ستتيح لهم التشاور حول عدد من القضايا التي تهم البلدين، كما أعرب عن تقدير حكومة بلاده للجهود التي تبذلها السلطنة في دعم مسيرة البناء الداخلي وترسيخ علاقات الصداقة والتفاهم مع كافة الدول، مشيدا معاليه بالمباحثات التي أجراها مع المسؤولين في السلطنة وبما توصلت إليه تلك اللقاءات من نتائج طيبة. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، كما حضرها سعادة وو جيو هونغ سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى السلطنة. تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لجلالة السلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام نقلها سعادة الشيخ حمد بن هاشل بن راشد المسكري أثناء تقديم أوراق اعتماده كسفير للسلطنة فوق العادة معتمد ومقيم لدى سلطنة بروناي دار السلام. من جانبه عبر جلالة السلطان بروناي عن ترحيبه بسعادة السفير وحمله نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بدوام التطور والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وخلال المقابلة جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. أشاد مكتب فخامة الرئيس بني نواكينو الثالث رئيس جمهورية الفلبين بالجهود التي بذلت من قبل إدارة الموقع الإلكتروني عمان قابوس وسفارة جمهورية الفلبين في السلطنة في ترجمة السيرة الذاتية لشخص جلالته إلى اللغة الفلبينية التي أتاحت لملايين الشعب الفلبيني الصديق الاطلاع عن قرب وكثب عن هذه الشخصية العظيمة التي استطاعت أن تضع السلطنة في مصاف الدول العالمية في التطور والنماء خلال سنوات النهضة المباركة. ونقل الموقع الإلكتروني عمان قابوس الذي يعنى بشخصية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عن سعادة تاهير مينيو أمين عام مكتب عمليات الاتصالات الرئاسية بمكتب فخامته قوله: إننا واثقون من أن الموقع سيكون بمثابة أداة قيمة لتعميق الفهم والمعرفة حول السلطنة، معربا سعادته عن إعجابه بالجهود المبذولة في ترجمة الموقع إلى 20 لغة عالمية من بينها اللغة الفلبينية والتي تمت متابعة أحداث تدشينها من قبل الشعب الفلبيني المحب لجلالة السلطان المعظم من خلال القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة. أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومتطرفين يهود للمسجد الأقصى المبارك، وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه الاعتداءات
لا تشكل خطرا على المقدسات فحسب، بل تخلف مناخا سيؤدي إلى تزايد العنف والكراهية وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير. يأتي ذلك في وقت حدثت فيه مواجهات وقعت في باحات المسجد بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الفلسطينيين عقب انباء عن قيام الكنيسة ببحث بسط السيادة الإسرائيلية على حرم المسجد الشريف. في ظل تصاعد الدعوات التحريضية للمتطرفين الإسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى قبل ساعات من مناقشة اقتراح في الكنيسة لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، أصيب عشرات الفلسطينيين الذين تصدوا لشرطة الاحتلال خلال اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، حيث هاجمت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص والقنابل السامة. لا يتوقف الخطر على الخطر المباشر على المواطنين، وإنما يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. هناك على ما يبدو خطة إسرائيلية ممنهجة تسير بالتدريج تتسع باستمرار، هدفها بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، محاولة فرض أمر واقع، أمر دائم، وجود إسرائيلي دائم في المسجد الأقصى، هذا أمر في غاية الخطورة. الرئاسة الفلسطينية دانت الاقتحام وحذرت من هذه الاعتداءات التي ستؤدي إلى العنف والكراهية وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير، حيث منحت إسرائيل صلاحيات إضافية لجمعية إلعاد الاستيطانية على حائط البراق. لا إلعاد ولا غير إلعاد لهم الحق في أن يغيروا معلما واحدا من معالم القدس الشريف من معالم القدس الشرقية، هذه حقنا وهذه عاصمة دولتنا الفلسطينية، ويجب كنس هؤلاء المستوطنين من القدس إذا كان العالم يريد السلام. وفي الوقت الذي دعي الرئيس الفلسطيني إلى زيارة واشنطن، دخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خط تحريك العملية السياسية في لقاء جمعها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض المقاطعة لإسرائيل على خلفية الاستيطان. لن تكون هناك أي مصالحة مع الفلسطينيين ما لم يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل. أتمنى أن نتجاوز المشاكل المتعلقة بالاستيطان كي لا يظل هذا الاستيطان عقبة أمام حل الدولتين وتحقيق اتفاق السلام. ميركل اعتبرت المقاطعة لإسرائيل لا تخدم عملية السلام. ميركل تمثل ألمانيا، وألمانيا لها علاقات قوية مع إسرائيل ولها تأثير قوي على السلطة الفلسطينية، ليس فقط على المستوى المالي وإنما على المستوى السياسي أيضا. أنا برأيي أن هذه الزيارة ضاغطة تأتي لممارسة الضغوط على إسرائيل وعلى السلطة الفلسطينية. لا تأبح الحكومة الإسرائيلية ومتطرفوها لأي جهود سياسية أو تدخلات دولية لتقليل التوتر الجاري في الأراضي الفلسطينية في ظل مفاوضات لم تسفر حتى اللحظة عن شيء. أحمد زكي العريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. وفي موضوع ذي صلة، لم تنفي إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عن الغارة التي استهدفت هدفا قرب الحدود اللبنانية السورية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب لقائه المستشارة الألمانية الزائرة أنجيلا ميركل، قال إن حكومته تقوم بكل ما هو ضروري للدفاع عن أمن إسرائيل. جاء ذلك في أول تصريح لمسؤول إسرائيلي بعد غارتين جويتين للطيران الإسرائيلي استهدفتا ما يعتقد أنه مركز قاعدة صواريخ تابع لحزب الله اللبناني قرب الحدود اللبنانية السورية. كلفت الرئاسة المصرية إبراهيم محلب وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة بتشكيل حكومة جديدة. وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة بعد مقابلته الرئيس المؤقت عدلي منصور، أكد محلب أن أولوياته ستكون الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين وتهيئة المناخ للاستحقاقين الانتخابيين المقبلين، أي انتخابات الرئاسة ومجلس النواب. وأكد محلب أن الرئيس المؤقت طلب منه سرعة تشكيل الحكومة، معربا عن اعتقاده بأنه سيتمكن من اختيار أعضاء الوزارة الجديدة خلال 3 أو 4 أيام. وكانت الحكومة السابقة التي قادها حازم الببلاوي قدمت استقالتها يوم الاثنين في وقت تشهد فيه مصر اضطرابات للمطالبة بتحسين الرواتب. تشكيل هذه الحكومة سيكون هناك أولوية للقدرة على العمل ليل نهار. ما عندناش الحقيقة مجال غير العمل ليل نهار.
كل واحد هيبقى في هذه الحكومة هو مقاتل، مقاتل لتحقيق أهداف وخدمة هذا الشعب. طلب البرلمان الأوكراني من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانكوفيتش، وحمل البرلمان يانكوفيتش مسؤولية مقتل العشرات على يد الشرطة خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في كييف. من جانب آخر، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف معارضته إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا والمقررة في مايو المقبل. وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس المخلوع وقادة المعارضة ينص على أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا بعد إجراء إصلاح دستوري. ولكن الوزير الروسي عاد ليؤكد أن موقف بلاده يقضي بعدم التدخل في شؤون أوكرانيا الداخلية أو منعها من الانضمام للتكتل الأوروبي. ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بنشر تسجيل لمحادثة هاتفية تتهمه بالتورط في قضايا الفساد التي تطال حكومته. وقال أردوغان أن التسجيل تلفيق مشين وغير أخلاقي، مجددا اتهامه لجماعات تهدف إلى الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم. نفى مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صحة التسجيلات الصوتية على موقع يوتيوب التي يزعم فيها أن أردوغان أبلغ ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة في اليوم الذي نشرت فيه أنباء عن تحقيق بشأن الكسب غير المشروع في حكومته. وقال المكتب أنها تسجيلات مزورة وغير صحيحة على الإطلاق. وفي هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لأردوغان وهو يطلب من ابنه أن ينقل الأموال من منزله. وفي مرحلة ما يقول الصوت على الطرف الآخر من المحادثة إنه ما زال تبقى نحو 30 مليون يورو ينبغي التخلص منها. والتسجيلات التي ظهرت بعد يومين من حملة رسمية بدأها حزب العدالة والتنمية لانتخابات محلية ستجرى في نهاية مارس قد تكون أحدث كشف في فضيحة الكسب غير المشروع التي قال أردوغان إنه تم الترتيب لها للإطاحة به. وقال مكتب أردوغان في بيان إن التسجيلات التي نشرت عبر الإنترنت مساء يوم الاثنين مرفقا بها مزاعم بأنها محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء وابنه غير صحيحة بالمرة، وهي من نتاج عملية مونتاج غير أخلاقية. وفضيحة الفساد التي تفجرت يوم 17 من ديسمبر الماضي باعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء ثلاثة وزراء تحولت إلى واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها حكمه المستمر منذ 11 عاما. وازدحمت مواقع الإعلام وتبادل لقطات الفيديو بتسجيلات مزيفة قدمت كأدلة على ارتكاب أخطاء. في المقابل قامت الحكومة بتسريح أو نقل الآلاف من ضباط الشرطة وأحكمت سيطرتها على آليات تعيين القضاة والمدعين وأقرت قانونا جديدا يتيح للسلطات منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت في غضون ساعات دون أمر قضائي مسبق. في ختام الندوة الدولية حول استخدام المياه غير التقليدية بالمناطق الحضرية في مسقط، أوصت بأهمية تشجيع الجهات الحكومية وغير الحكومية على استثمار المشاريع البحثية في مجال المياه والسعي إلى تحديث التشريعات والمواصفات المتعلقة بمياه الصرف الصحي، كما أوصت بالتوسع في إنشاء السدود التخزينية الصغيرة. كما دعت الندوة إلى زيادة الموارد المائية المتاحة من خلال العمل على زيادة معدلات الهطول المطري والاستفادة من الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا إنتاج واستخدام مصادر المياه غير التقليدية. وحظيت الندوة خلال انعقادها بمشاركة دولية وإقليمية واسعة. تأجيل برنامج تقييم مشروع مطاري مسقط وصلالة والمشروعات الإنمائية لوزارة النقل والاتصالات أبرز المواضيع التي نظر فيها مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. كما اطلع المكتب على موضوع إنشاء صالونات ثقافية ومكتبات متنقلة ومقترح إعادة فتح المعاهد الإسلامية الإعدادية، بالإضافة إلى إشكاليات التصحيح الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم والتوصية بمتابعة أداء الشركة المنفذة للبرنامج. وناقش مكتب مجلس الشورى أيضا موضوع تحسين أداء مصفاة صحار والبرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج.
ينظم المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني معرض تراث عمان الطبيعي الأرض والطبيعة والثقافة في لندن في شهر مارس المقبل. المعرض يقام في مقر الجمعية الجغرافية الملكية في لندن ويسعى للاستفادة من خبرات الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ومن الأرشيف الخاص بالمفردات البيئية للسلطنة وسير الرحالة والمستكشفين والباحثين القدامى والمعاصرين. الأرض والطبيعة والثقافة عنوان معرض تراث عمان الطبيعي الذي تنظمه السلطنة في المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 من مارس القادم، ويسلط الضوء على بعض الدراسات والصور وعلى مجموعة نادرة من الخرائط القديمة التي تظهر فيها عمان كموقع جغرافي ذو أهمية جغرافية لفتت أنظار الجغرافيين والرحالة منذ القرون الغابرة، بالإضافة إلى عرض أول خريطة رسمها الجغرافي ورسام الخرائط الأشهر بطليموس في عام 140 قبل الميلاد. المعرض هو المكان المناسب للفت الأنظار عن طبيعة السلطنة وأهميتها التاريخية وأهميتها الطبيعية والبيئية التي جذبت الكثير من العلماء في الماضي وما زالوا في الوقت الحاضر. المعرض يعتبر خطوة أولى من خطوات الشراكة ما بين المركز الوطني والجمعية الجغرافية الملكية بلندن، والتي اشتهرت على مدار القرنين الماضيين باهتمامها برصد وتسجيل المفردات البيئية في مختلف أنحاء العالم من خلال الفرق الاستكشافية المكونة من نخبة من العلماء والباحثين في عدة مجالات علمية من بينها علوم البيئة. الجمعية الجغرافية الملكية هي من أعرق الجمعيات في العالم، قامت بإرسال علماء ومتخصصين في مختلف دول العالم، وكان يعني حقيقة نصيب السلطنة الكثير من العلماء لأنها كانت يعني تشكل قبلة لهم ومكان ثري لجمع معلومات وبيانات وعمل دراسات وبحوث. المعرض سيتضمن ندوة بعنوان العلوم الطبيعية في عمان الماضي الحاضر والمستقبل، يشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين العمانيين والإنجليز. ستكون هناك ندوة عن العلوم الطبيعية في سلطنة عمان الماضي والحاضر والمستقبل، وسيحاضر فيه نخبة من العلماء والمختصين البريطانيين والعمانيين، وسيتم مناقشة 18 ورقة بحثية. المعرض يعد فرصة مهمة للتعريف بطبيعة السلطنة وبيئتها الفريدة التي تتميز بها عن دول المنطقة، كما أنه يعد نافذة للجمهور البريطاني للتعرف على التنوع الإحيائي في السلطنة والجهود المبذولة للحفاظ عليه وتسليط الضوء على الإرث الحضاري والتاريخي الذي امتازت به السلطنة كموقع جغرافي مهم وكدولة ذات كيان عريق ضارب بجذوره في عمق التاريخ. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. مزرعة بنتوت لإنتاج الروبيان بولاية محوت نموذج ناجح للاستزراع السمكي في السلطنة.
سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يبحث مع معالي تشانغ مينغ تعزيز التعاون بين السلطنة والصين. مواجهة فلسطينية إسرائيلية جديدة في باحة الأقصى، والرئاسة الفلسطينية تحذر من عواقب تكرار اعتداءات الاحتلال على الحرم الشريف. رئيس الوزراء المصري المكلف يبدأ مشاورات تشكيل حكومته ويتعهد بتوفير الأمن والإعداد للاستحقاقات الانتخابية. ندوة استخدام المياه غير التقليدية توصي بتحديث التشريعات والاستثمار في البحوث المائية وإنشاء السدود التخزينية. أهلا بكم من جديد. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة عددا من المشاريع الصحية والتربوية التي سيتم تنفيذها في ولايات المحافظة خلال المرحلة المقبلة. المجلس بحث كذلك خلال اجتماعه النهوض بالمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية بالمحافظة. تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة كان أبرز محاور جدول الأعمال التي ناقشها المجلس البلدي خلال اجتماعه الثاني لهذا العام. هناك في تفاعل كبير من قبل أعضاء المجلس حول تلك الزيارة. سوف يقوم المجلس بتشكيل لجان، الآن سوف يكلف اللجان في المنبثقة من المجلس بتقييم دراسة مفصلة ودراسة واقعية وقريبة من الواقع. من بعدها سوف يقوم المجلس برفع التوصية المناسبة حول تلك الدراسة. كما تم خلال الاجتماع استضافة مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة لتقديم عرض مرئي حول الخدمات المقدمة للمزارعين وخطط وبرامج وزارة الزراعة والثروة السمكية حول تكثيف برامج التوعية والإرشاد للنهوض بالقطاعين الزراعي والحيواني. تمت عدة أشياء مناقشتها عن ولاية ينقل، وأهم شيء هو اختيار مواقع السدود للأهمية، ولذلك مستشفى توسعت مستشفى ينقل. وأثناء زيارة معالي وزير الصحة في شهر 12 وعدنا أنه توسعة تكون 5 عيادات تخصصية، ونأمل أن هذا المشروع يرى النور عن قريب إن شاء الله. كما قدم أعضاء المجلس عدة مقترحات، منها ازدواجية طريق فج السخام بولاية عبري واختيار بعض المواقع لبيع السيارات المستعملة، إضافة إلى ضرورة إزالة النخيل والأشجار اليابسة بولاية ضنك للحد من اشتعال الحرائق خلال فصل الصيف. قامت المدير العام للخدمات الصحية بتنفيذ توصية المجلس بفتح ساعات عمل المجمع الصحي بعبري من الساعة 10 إلى الساعة 12 بالليل، وكذلك تم رفع ساعات عمل المركز الصحي ضنك في ولاية ضنك إلى مدار 24 ساعة، وكذلك الحال بالنسبة لمستشفى ينقل أصبح يوجد به طبيب على مدار الساعة. مشاريع صحية وتربوية تنتظر التنفيذ خلال الأيام القادمة، وأخرى نوقشت خلال اجتماع المجلس البلدي. خليفة بن محمد الشماخي، محافظة الظاهرة. وفي ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ناقش المجلس البلدي جملة من المواضيع المتعلقة بالاستثمار في الجانب السياحي والأسماك. كما ناقش الاجتماع فعاليات أسبوع المرور 30 إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى. جملة من المواضيع المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي والمواقع السياحية في ولايات المحافظة ناقشها المجلس البلدي في محافظة جنوب الشرقية. أعضاء المجلس تناولوا بالنقاش والحوار المعوقات السياحية التي تعتري بعض المجالات السياحية. تناولنا اليوم من خلال هذا العرض المرئي عن آفاق الاستثمار وما تقدمه الحكومة من جوانب لدعم الاستثمار بقطاع السياحي بمحافظة جنوب الشرقية، وأيضا انطلقنا من خلال بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع واستعرضناها أمام أعضاء المجلس البلدي، سعيا من هذه الوزارة لإشراك المجتمع المحلي بإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات.
عدم توفر المعاهد المتخصصة في التدريب السياحي ومواني لاستقبال السفن السياحية كانت حاضرة في نقاشات أعضاء المجلس البلدي. كما استعرض المجلس البلدي في اجتماعه موضوع القطاع السمكي في المحافظة والتحديات التي تواجه هذا القطاع. هي السبب الشح الموجود بالنسبة للأسماك. كانت الأسماك قبل 10 سنوات تقريبا بتكاثر، إلى اليوم الأسماك غلت. ما هي الأسباب؟ الأسباب يا عزيزي الكرافات وعدم والكرافات هذه واحد. اثنين ين شباك الغاع. حقيقة شباك الغاع هي من المؤثرات والأسباب الرئيسية بالنسبة في شح الأسماك. فيما يذكر بالنسبة لشح الأسماك، احنا طبعا نتكلم عن أرقام، يعني ما تستطيع أن تبني أي خطط إلا بالأرقام. من خلال الأرقام لا يوجد هناك أي نقص في أعداد الأسماك بالنسبة للإنتاج السنوي للأسماك. بالعكس، في عام 2013 تم يعني إجمالي الإنتاج زاد ما يقارب 22% عن السنوات الماضية، وبالتالي ما عندنا أي نقص. هو ربما الآن في شح لبعض الأنواع المستهلكة من قبل المواطنين مثل أسماك السطح مثل الجيذر والسهوة والسنسول والميخ، يعني هذه طبعا هذه الأصناف هي اللي عليها إقبال من قبل، والكنعة طبعا هي اللي عليها إقبال من قبل الأهالي. وفي الجانب المروري، استعرض المجلس البلدي إقامة فعاليات لأسبوع المرور 30 للعام الحالي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مرور الشاحنات على جسر غور البطح بولاية صور. تنتظر ولايات الجنوب الشرقية أن تسفر هذه الاجتماعات للمجلس البلدي بمقترحات واقعية تلامس أرض الواقع. محمد بن سعيد العلوي، ولاية صور، محافظة الجنوب الشرقية. نظمت دائرة التنمية الاجتماعية في ولاية خصب بمحافظة مسندم الملتقى الثالث تحت عنوان الأسرة الإعاقة المجتمع. الملتقى يهدف إلى التعريف بدور الأسرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لإدماجهم في المجتمع، إضافة إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات في التعامل مع المعاقين والجهود المبذولة في هذا المجال مع الجهات المعنية ذات الصلة. الملتقى اشتمل على مجموعة من أوراق العمل والمحاضرات، من أبرزها محاضرة عن مرض التوحد وأخرى حول دمج ذوي الإعاقة في المدارس. رعى فعاليات الملتقى سعادة الشيخ مسلم بن سعيد المحروقي ولي خصب. في محطتها الثامنة انطلقت فعاليات أيام الحواضر والبوادي في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب البطنة. حفل الافتتاح شهد تدشين مبادرة رفع 1,000,000 علم وعددا من الفعاليات التي تستهدف الجالية المسلمة القاطنة في السلطنة. 35 ركنا ستعمر أيام الحواضر والبوادي في محطتها الثامنة بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، لتواصل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروعها الوطني لتعزيز القيم والأخلاق وترسيخ الهوية والمواطنة الصالحة. أيام الحواضر والبوادي هو مشروع حيوي مهم يهدف إلى تعزيز الهوية وإلى تعزيز المواطنة وإلى أيضا ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وكذلك الأخلاق، وأيضا على المحافظة على الموروث والعادات التي يتصف بها المجتمع العماني. أيام الحواضر والبوادي حيث محلت تكون منطلقا من أجل تعزيز المواطنة والأخلاق واستنطاق القيم العمانية الأصيلة. حفل الافتتاح بفقراته المتنوعة شهد تدشين مبادرة رفع 1,000,000 علم. ركن المرأة والطفل والذي يحظى باهتمام المنظمين عبر جملة من الأقسام التي تغرس معاني القيم الأسرية النبيلة. بالنسبة لمشاركة المرأة في المحطة الثامنة لأيام الحواضر والبوادي في ولاية الرستاق، الحمد لله اشتملت هذه المحطة على أكبر عدد من الأركان حتى الآن، يعني منذ أن بدأنا أيام الحواضر والبوادي معنا في الخيمة المخصصة للنساء والتي يعني أعطتها الحواضر والبوادي طابع من الخصوصية بأن خصصت الأركان، يعني بعض الأركان تكون الخاصة بالمرأة. أروقة وأركان المعرض تنوعت بين الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والتطوعية والفلكية، إضافة إلى المعارض المتخصصة.
أيام الحواضر والبوادي مشروع وطني كبير برؤية دينية وعلمية وثقافية واجتماعية، يستنطق من المجتمع العماني المنظومة الأخلاقية المتكاملة بتعميق المواطنة الصالحة. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. مزرعة بنتوت لإنتاج الروبيان بولاية محوط بمحافظة الوسطى تعتبر نموذجا للمشاريع الناجحة للاستزراع السمكي في السلطنة. التقرير التالي يرصد لنا هذه التجربة التي تؤشر إلى الأفق الواسع أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي. تعد مزرعة بنتوت الوحيدة العاملة حاليا في الاستزراع بشكل عام وفي مجال تربية الروبيان بشكل خاص، والأولى التي تقوم بتربية الروبيان المحلي المعروف عالميا بالروبيان الهندي الأبيض على مساحة 252 ألف متر مربع، مع وجود مساحة كبيرة للتوسع المستقبلي. ينقسم انواع الاستزراع السمكي لنوعين: الاستزراع التكامل والاستزراع التجاري. الاستزراع التكامل اللي هو بيكون داخل المزارع الحقلية، أي مزارع عنده مزرعة خاصة به يقدر يقوم بإنشاء أحواض استزراع أسماك مياه العذبة. الشق الثاني اللي هو الاستزراع التجاري أو البحري، وهذه مشاريع كبيرة وتكون على البحر، تشمل الاستزراع في الأقفاص والاستزراع الروبيان في البرك أو الاستزراع في الأحواض الأسمنتية والفايبر جلاس. تحتوي مزرعة بنتوت على مفرخ وهو مكان إنتاج الزريعة، حيث يتم التحكم فيه بالظروف البيئية، وهو مجهز بوسائل التصفية والفلترة والتهوية. هي كمية الإنتاج نفس الإنتاج، يعني من تتم عمل التفريخ تحول إلى الأحواض طبعا إلى أن تصل الحجم المناسب للتسويق. يتم حصاد الروبيان المستزرع ليلا بسبب تجمعه على مصدر الضوء المنبعث من مصباح قوي عند مكائن التجميع، وصمم الحوض بشكل متدرج لينتقل الروبيان به تدريجيا إلى الحوض المخصص، ثم يوضع في أحواض مثلجة، ثم يعبأ في الأقفاص المعدة للتسويق، وتستمر عملية الحصاد عادة حتى الصباح الباكر. قامت الوزارة بتخصيص مواقع الاستزراع السمكي في البحر وعلى الشاطئ، وأيضا قامت بعمل مسح كامل للشواطئ بالسلطنة اللي هو عبارة عن كتاب أطلس المواقع المناسبة للاستزراع السمكي، وهذا يعتبر مثل المرشد للشركات الاستزراع بتحديد الأنواع والمواقع اللي تناسب للاستزراع السمكي. يعتبر الاستزراع السمكي إحدى الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في مخزونات الأسماك الطبيعية، وهو إحدى الفرص المتاحة إن لم تكن الوحيدة لإنقاذ الثروة السمكية من الاستنزاف والانقراض، والتي تضمن الوفرة والأمن في الغذاء البروتيني، بالإضافة إلى حماية ودعم المخزونات السمكية الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية من خلال تحقيق التوازن البيئي، وكذلك لخلق فرص عمل في مجالات الأحياء البحرية للكوادر الوطنية. في ولاية المضيبي برزت جهود مجموعة من المزارعين سعيا في تنمية القطاع الزراعي من خلال التنويع في المحاصيل الحقلية التي تسهم في زيادة دخلهم الذاتي. نتابع التقرير التالي من قرية الوشل بولاية المضيبي. راشد النعماني مزارع عماني يتحاور مع أرضه بلغة لا يعرفها إلا من عرف قيمتها، فهي كنز من